إذا نعود إليكم من جديد متابعينا في كل مكان، الأصدقاء الأعزاء، عشاق الموسيقار فريد الأطرش وكل من يتذوق الفن والموسيقى الطربية الأصيلة. قبل أن نذهب إلى ضيفنا المتخصص الموسيقي عازف العود الفنان إياد قطيش، دعونا نستمع أو نشاهد سويا النوتة الموسيقية لأغنية خليها على الله والسولفاج من جديد كي نفهم الكلام أو الشرح الذي يتفضل به الأستاذ إياد قطيش. إذن هذا بالنسبة لأغنية خليها على الله. نعود ونذهب أيضا وهي على كما رأينا على الجواب عند الموسيقار فريد الأطرش على الجواب. أما بالنسبة لسولفاج أو نوتة أغنية يا المنفي نشاهد سويا. إذن كما رأينا هي أغنية مذهب إذن، فتعاد الجملة الموسيقية ذاتها في كامل الأغنية، وكأن وأشكر بالمناسبة صاحب النوتتين، نوتة خليها على الله ونوتة المنفي، ونحن وضعنا الاسم يعني من باب الأمانة الفكرية حتى نحافظ على حقوق المجتهدين وحقوق الذين يمتعون بصراحة في قنواتهم. فالوضع هنا أو كتابة النوتة وقراءة النوتة هي على القرار، هي على الجيتار، ولكن قرار حينما نراها بالعود هي على القرار، على عكس أو على غير غرار أغنية خليها على الله على الجواب، ولكن على العود يمكن أن نستعمل الاثنين أيضا كما رأينا في بداية الحلقة. في هذه النوتة الموسيقية ننزل إلى الجواب فيصير عندنا الري دياز، ويصير الكرد على الري حينما نقفل. والآن نستمع للفنان العزيز الصديق العزيز إياد قطيش. أولا، من هو الفنان إياد قطيش بالنسبة لمن يشاهده لأول مرة من متابعينا؟ حبيبي العمر أحبيتك. أنا إياد مسل قطيش من سوريا محافظة السويداء، عازف عود و أستاذ موسيقى، أيضا أخذت آلة البيانو آلة مرافقة، تتلمذت منذ صغر سني في الموسيقى على يد أستاذ الفنان الكبير حامد شتي وهو خريج القاهرة، ثم تخصصت في دبي والشارقة في معهد خاص وبقيت فيه 4 سنوات تقريبا، وعلمت الموسيقى في اللغة الإنجليزية في شارجة بريتش سكول، ثم عدت إلى وطني الحبيب سوريا وأعلم في معهد خاص لدي. إذن هذا هو الفنان إياد قطيش، أشكره جزيل الشكر بداية قبل أن نتعمق معه في التخصص وفي علم الموسيقى والنوتة والسولفاج، وأن قبل أن يشرح لنا أكثر بشكل مستفيض. أشكره جزيل الشكر على حضوره معنا في هذه الحلقة، وله مني أجمل تحية صادقة خالصة من القلب. إذن يقدم لنا الفنان إياد قطيش، يتفضل يقدم لنا هذه الأغنية أو أين تم الاقتباس تحديدا من خلال هذه التقديمة. أسعد الله أوقاتكم أيها السادة الكرام، وهنا اقتباس واضح من أغنية خليها على الله للموسيقى باحب فريد الأطرش، وهي كانت في عنوان تؤبرني في لبنان وللفنان علاء الزلزلي ويلمنفي في الجزائر. إذن الاقتباس هنا يتم أو تم على أغنية خليها على الله كما ذكرنا للموسيقار فريد الأطرش
من المنفي أخذ بعد ذلك الفنان علاء زلزلي كما أشرنا في بداية الحلقة وفي حلقات سابقة. إذن يعطينا الفنان إياد قطيش في الجزء الثاني الذي سنراه معا سولفيج أغنية المنفي الجزائرية. الرياضيات هي نفسها مي بيمول فا سول لا فا سول مي ري. إذن فهمنا من الفنان إياد قطيش وهو يحدثنا عن صميم النوتة الموسيقية وقد استعمل هذا الإصبع إذن ري دياز وهي نفسها المي بيمول كما شرح لنا الكرد على مقام الري بالنسبة لأغنية المنفي التي تم منها اقتباس الفنان على زلزلي اللي هي أغنية تقبرني كما سنرى في هذا الجزء أيضا. نفس الجملة الموسيقية تقريبا، وأيضا في المنفي كما قلنا نوتتها منذ قليل. إذن هذا بالنسبة للفنان علاء الزلزلي. الآن نذهب مع الشرح، سيشرح لنا الموسيقار وعازف العود الفنان إياد قطيش أين تم الاقتباس وكيف نفهمه موسيقيا من باب التخصص العلمي الصرف. فليتفضل الفنان إياد قطيش نستمع إليه معا. أما أغنية من أين هذا الاقتباس، فهو من هذه الأغنية، أغنية خليها عن الله للموسيقار الراحل فريد الأطرش، ونرى الفرق في المينوس بيمول في أغنية يلمن في ريديز يعني مي بيمول، أما في أغنية خليها على الله فهي بيات على الري، وفي البيات تكون المينوس بيمول من الري، وفي الكرد تكون المي بيمول على الري، يعني يلمن في هي من كرد ري إذا قفل ري، وخليها على الله هي بيات ري إذا قفل ري على، والمي نصف بيمول في البيات وبيمول في الكرد. أعتقد أن ليس هناك أوضح ولا أشمل ولا أدق مما تفضل به الأستاذ إياد قطيش وهو المتخصص في الموسيقى، وأعتقد أن هذا الحديث يؤكد فعلا في انتظار أن نحاور وأن نستضيف الفنان أكلي حياتن في حلقات مقبلة، أتمنى ذلك، لكي نتحدث أكثر عن خصوصية هذه الأغنية وكيف تم الاقتباس أو كيف كان التخاطر وكيف اهتدى إلى هذا اللحن أو كيف توافق لحن الموسيقار فريد الأطرش مع لحن أغنية يلمنفي. هل هو من محض لا أقول الصدفة وإنما التخاطر الموسيقي أو التأثر والتأثير، لأنه ليس عيبا أن يكون. فهنا شرح لنا الفنان إياد قطيش مشكورا هذا الاقتباس وكيف تم، وهنا كيف تم تغيير يعني أشياء بسيطة جدا، يعني مواضع معينة في السولفيج بالنسبة لأغنية المنفي من أغنية خليها على الله بعد يعني فا سول، فهناك تغيير بسيط بين الفا والسول، تم استبدال إدخال المي بعد ذلك، ورأينا الانتقال من البيات على الري إلى الكرد على الري بالقفلة، وقلنا في بداية الحلقة وفي حلقات سابقة أيضا العبرة بالقفلة أو بالإنهاء الأغنية وهي على الوقوف على ري، إذن هو البيات على ري والكرد على ري. نستمع إلى هذه المداعبة الجميلة وهذه التوليفة، ونحن قد قلنا في عنوان الحلقة كما ترون وفي بوستر الحلقة خليها على الله يا المنفي اللي هي أصلها قولوا لأمي ما تبكيش يا المنفي وخليها على الله على الله، فنحن أخذنا جزء من خليها على الله اللي هي فا سول لا سول سول فا سول غي وأدخلناه على دو غي غي. نرى كيف طبق الفنان إياد قطيش وكيف داعب بعوده وأنامله هذه التوليفة الجميلة على النغمة الموسيقية الممتزجة بين المنفي وبين خليها على الله. Oh.
إذن هنا إدخال، خليها على الله، على أغنية المنفي، فتعطينا هذه النغمات الجميلة وهذه التوليفة. والنتيجة إذن ما هي؟ نحن نسأل الفنان إياد قطيش فيجيب بالآتي: إذن أغنية واحدة كلتا الأغنيتين. إذن هنا يقصد أن الأغنية واحدة، أغنية يا المنفي وأغنية تقبرني للفنان علاء زلزلي، طبعا المأخوذة عن الأصل الثاني أو الفرع اللي هو خليها على الله. تقبرني للفنان علاء زلزلي الأغنية الثانية، والأولى هي أغنية يا المنفي، والأصل حسب اعتقادنا وحسب إحساسنا الموسيقي وحسب النوتة الموسيقية وحسب ما يقوله العلم والتخصص وما رأيناه في هذه الحلقة وفي حلقات سابقة، أن الأصل هو أغنية خليها على الله للموسيقار فريد الأطرش. على الله والدك ربي ما يخلينيش، ويا الله الصبر يا امي ما تبكينيش، قول له لامي ما تبكينيش، يا الله والدك ربي ما يخلينيش، الصبر يا امي ما تبكينيش، والدك ربي ما يخلينيش، يا أقول له لأمي ما تبكينيش، يا المنفي ولدك ربي ما يخليني.